بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي وإن شاء الله النهارده هناخد لاست يونت آخر واحدة بتتكلم على job hunting معناها البحث عن وظيفة نبدأ كده we will read the words هنبدأ نقرأ الكلمات and you have to listen and repeat اسمع وكرر وراي عشان نعرف ننطق الكلمات بشكل مظبوط job hunting job hunting البحث عن وظيفة electronics electronics يعني الكترونيات company company شركة maintain maintain يعني يصين أو يجري صيانة maintenance الصيانة نفسها industrial industrial اللي هو شيء صناعي عبارة عن صفة adjective training training تدريب responsibilities responsibilities مسؤوليات diploma 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 audio engineer audio engineer مهندس صوت employ employ يوظف employer employer صاحب العمل train train يدرب او تدرب qualifications qualifications مؤهلات equipment equipment معدات main يعني معناها رئيسي او اساسي experience experience خبره educate educate يعلم education education تعليم captain captain قائد CV ودي طبعا اختصار لكلمة curriculum vitae curriculum vitae أو CV الاختصار بتاع معناها سيرة ذاتية ولا تاني curriculum vitae curriculum vitae اختصار كلمة CV اللي هي سيرة ذاتية position position اختصار بتاعها post معناها وظيفة career career معناها حياة مهنية nationality nationality جنسية date of birth date of birth يعني تاريخ الميلاد details details تفاصيل gain gain يكتسب أو يحصل على personal skills personal skills مهارات شخصية social skills social skills مهارات اجتماعية information information معلومات institution institution معهد duties duties معناها واجبات advertise advertise يعلن عن advertisement advertisement اعلان distinction distinction امتياز visual visual يعني بصري ambition ambition طموح طموح industry industry الصناعة attach attach يرفق يرفق به يعني يبعت معاه صور ملفات بسماء attach فوتوكوبي فوتوكوبي صورة ضوئية سكسسفول معناها ايه ناجح نكمل كلمات اللي هي الخاصة باليونت 12 بس كلمات ايه ليسون 3 اند 4 كلمات اللي خدناها من شوية كانت ليسون 1 اند 2 نبدأ نكمل وناخد كلمات ليسون 3 اند 4 ايكويبمنت ايكويبمنت Equipment معناها معدات مينتيننس خدناها في ليسون 1 اند 2 معناها ايه صيانة سكيلز سكيلز مهارات تكنولوجي تكنولوجي اللي تكنولوجيا فيدباك فيدباك معناها يعمل تعليق او يعمل حاجه اسمها تغذيه رجعيه كريتيسيزم كريتيسيزم نقد لوكيشن لوكيشن مكان التصوير او المكان سينيور سينيور كبير يعني راجل له خبره او عنده خبره وظيفيه عكسها طبعا جينيور يعني لسه آه لسه جديد في الشغل مفيش عنده خبره يبقى كلمه جينيور وكلمه ايه سينيور تحتها هيت كلمه جينير وعكسها كلمه ايه سينيور يبقى راجل قديم في الشغل وعنده اكسبيرينس خبره بسميه سينيور لسه جديد في الشغل بسميه جينيور يعني ايه صغير ترابل شوتينج ترابل شوتينج ترابل شوتينج يعني في خطا حصل ولازم في اصلاح للخطا ده كواليفيكيشن كواليفيكيشن مؤهل اكسبيرينس اكسبيرينس يعني خبره interview interview معناها مقابله شخصيه guidelines guidelines معناها ارشادات knowledge 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 يعني معرفه under pressure under pressure يعني بيشتغل تحت ضغط technique technique معناها اسلوب او تقنيه certificate certificate معناها شهاده application application معناها طلب لوظيفه negotiation negotiation تفاوض لو قلت negotiate يعني يتفاوض

positive positive إيجابي uh, attitude attitude موقف أو اتجاه job advert job advert يعني إعلان عن وظيفة required required مطلوب responsible responsible مسؤول عن constructive constructive بناء purchase purchase يعني أشتري at least at least على الأقل apply for apply for اتقدم لشغل وظيفة deadline deadline اخر موعد للحاجة ديت موعد نهائي يعني degree degree معناها درجة علمية necessary necessary ضروري carry out carry out ينفذ او يقو... او يقوم به based on based on based on معناها مقر فيه او موجود فيه coast coast يعني ساحل range range مدى او نطاق enthusiastic enthusiastic معناه متحمس شيء field field معناها مجال model model يعني ايه نموذج الجرامر عندنا بقى ان شاء الله بيتكلم على ال <المدارع> present yani. perfect المضارع الايه التام طب يا ترى المضارع التام ده بيكون من ايه بيكون من have اوكي okay, or has يعني have او has ورا الفعل في الايه في ال past participle او have or has وراء الفعل في التصريف الايه؟ الثالث. هاف بلايد، هاف ليفد هاف جون، طبعا التصريف الثالث ده في افعال عاديه وفي افعال شاذه، افعال عاديه بتاخد ايدي زي بلاي بلايد واتش واتشد، ووش ووش وفي افعال شاذه زي سي see تبقى سي، زي جو go, تبقى جون، اوكي يبقى المضارع التام، بريزنت بيرفكت، بيكون من هاف او هاز وبعدها الفعل في التصريف الايه؟ الثالث. طيب، هاف بتيجي مع ايه يا ترى؟ قال لك هاف بتيجي مع الاي. I have, we have, you have, they have. يعني بكون بتكلم عن نفسي أو عن مجموعة بجيب إيه؟ بجيب كلمة إيه؟ كلمة have. تمام. طيب أمال has بتيجي مع الإيه؟ بتيجي مع السنجلر مع الفاعل المفرد. نقول he شي she has, it has. طبعا وبعدهم بجيب الفعل قلنا في الباست في التصريف الايه التالي. طب نفي هاف ايه؟ هافنت ونفي هاز هازنت يبقى هاف النيجاتيف بتاع هافنت وهاز النيجاتيف بتاعها هازنت طب لما احب استخدمها في صيغه السؤال حطها في بدايه الجمله بدل ما اقول اي هاف اقول هاف اي هاف وي هاف يو هاف ذي وبعدها الفعل في التصريف الايه التالت طب وهاز ابدا بيها الجمله هتبقى اديك معنى سؤال هتقول بدل ما تقول هي هاز تقول ايه هاشي هاز هي هاز ات وبعدها برضه الفعل في الباست بارتسيبل السؤال بهاف او بهاز هيبقى معناه هل ويبقى الاجابه بتاعته بيس او بايه او بنو طيب نبدا كده نشوف الكلمات الداله على الزمن مهمه جدا عشان هنبدا ايه نعرف الفرق بينهم كلمه just اوريدي فور <coughs> since ايفر نيفر يت so far up to now lately recently several many times اوكي okay. يبقى دول ايه اهم الكلمات اللي هم دايما اول ما تشوفهم تجيب مضارع تام تجيب ايه هاف وهاز والفعل في التصريف الايه طيب ممكن تفرق لنا مستر كده ما بيتعرف تعرف لنا معانيهم آه والاستخدام بتاعهم ماشي اوكي ليتس ايه ليتس سي نبدأ بكلمة جاست جاست uh, معناها توا أو في الحال وتيجي دايما بعد هاز وهاب وتيجي في جملة الإيه المثبتة وبرضه اوريدي عاملة زيها برضو بتيجي بعد هاز أو هاب ومعناها بالفعل وبتيجي في جملة الإيه المثبتة يعني تقول مثلا هي has just أو هي has اوريدي gone أوت يعني هو إيه يعني هو لسه خارج إيه بره ها دلوقتي طيب اوريدي زي ما اتفقنا بتيجي في الجملة الإيه الخبرية واحيانا بتستخدم في جملة الاستفهامية بغرض الايه بغرض التعجب عشان انت بتعجب من الايه من إيه؟ من الايه من قيامه بهذا الايه بهذا الحدث يعني تقول له ايه مثلا هاف يو اوريدي ستاديد يور ليسنز يعني هو دخل قال لك انا هذاكر هو دخل داخل له بس ربع ساعة فهي طالع بعد ربع ساعة فقال لك انا خلصت فانت بتقول له ايه هاف يو اوريدي ستاديد يور ليسنز معقولة تكون خلصت المذاكرة بتاعتك دي كلها في ربع ساعة يبقى إذا كلمة جاست اوريدي في الجملة المثبتة بعد هاز أو هاف، أوكي؟ وأوريدي برضه ممكن تستخدم في السؤال بهدف الإيه؟ التعجب. عم. بعد كده نتكلم على استخدام كلمة إيفا يعني من قبل ودي بستخدمها دايماً لما إيه أكون بتكلم عن أفضل تجربة قمت بيها في حاجة، في مثلاً رحلات، في مشاهدة، في أكل، في شرب. فبستخدم كلمة ever أقول مثلا إيه؟ This is the best meal I've ever eaten. دي أحسن وجبة أنا أكلتها. طيب ده أحسن كتاب أنا قريت أقول إيه؟ This is the best book I've ever read. وهكذا تمام. طيب. وإيفر برضه ممكن أستخدمها في السؤال أقول له have you ever been to Paris؟ يعني أنت رحت مكان معين، رحت باريس قبل كده. have you ever been to Italy؟ رحت إيطاليا قبل كده. طيب. إنما never تستخدم في الإيه؟ في النفي. أقول إيه؟ No I have never been to Paris. Yes I went there last last year. Okay? طيب uh, يعني انا لو uh, لو انا سالت uh, على سؤال في كلمه ever مثلا have you ever been to Paris فبيقول له ايه لو هو ما راحش يقول له no I have never يبقى never هنا جابت لي ايه نفي لو هقول yes مش هينفع طبعا اقول ايه اقول never لان never تستخدم في النفي وليس في الايه في الاثبات. يبقى كلمة إيفا تستخدم في حالتين في الجملة الخبرية للتعبير عن أفضل تجربة أنت مريت بيها أو لو أنا إيه بسأل إيه بسأل سؤال أوكي إنما نيفر تستخدم في الإيه في النفي اما أجي أنفي أم حاجة طيب يت يت تيجي في نهاية الجملة الإيه المنفية إذا تيجي في الجملة الإيه المنفية والاستفهامية إذا تيجي في النفي والإيه والاستفهام Have you finished yet? يعني هل أنت خلصت؟ أوكي. Okay. طيب No, I haven't finished yet. هيبقى جاية في نهاية الإيه؟ السؤال عادي استفسر أهوت وجاية في نهاية الإيه؟ النت. طب إيه الفرق ما بين كي ما بين كلمة already في الـ في 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 نهاية الجملة الاستفهامية ويت أوكي. اوريدي okay. uh, already في نهاية الجملة الاستفهامية جاية بغرض الإيه؟ التعجب انما يت هنا جايه بغرض الايه الاستفهام عايز اعرف انت خلصت ولا ايه ولا لا نيجي بقى برضو لكلمتين برضو مهمين بيستخدموا لتق... مع البريزنت بيرفكت استخدام كلمه سينس واستخدام كلمه فور الاثنين معناهم ايه ها واحده الاثنين معناهم منذ طيب بس في فرق ان دايما سينس بيجي بعدها ديت ديت يعني ايه تاريخ الحدث بدا امتى انما فور بيجي بعدها بيريد اوف تايم يعني فتره زمنيه يعني لما اقول مثلا كده شوف هنا سينس 6 سينس مونداي سينس 2003 سينس يسترداي سينس لاست ممكن تقول last week, last day, last uh, uh, sorry, uh, last week, last month, uh, last year last uh, decade, last century يعني العقد اللي فات العقد بيبقى كل عشر سنين زي التسعينات التمانينات كده يعني last century القرن اللي فات since will give a occasion مناسبة since my birthday, since my wedding Okay. Since World War، since morning or since he came أو تجيب بعدها جملة في الماضي البسيط. إذا سنت بيجي وراها ديت، تاريخ بداية الحدث. لازم تقول الساعة كام؟ يوم إيه؟ سنة كام؟ شهر إيه؟ الصبح، بالليل. طب لو جبت كلمة لاست تحط بعدها لاست ويك، لاست مانث، وهكذا. طب إنما فور بيجي بعدها إيه؟ بيرد أوف تايم فترة زمنية. فور ما قالكش بقى هنا 6 كلوك قالك إيه؟ فور أن أور، فور تو أورز، فور ثري أورز، من ساعة، من ساعتين. فور ويجيب لك ايام فور تو داي six دايز وان داي فور فايف يير ما يقولكش ما يقولكش اسم اليوم ما يقولكش ها سنة كام؟ قال لك سنة كام؟ تقول له سنس، قال لك يوم إيه؟ قال لك مانداي تيوزداي تقول له سنس، قال لك الساعة كام؟ تقول له سنس، إنما قال لك أربع ساعات، خمس ساعات، أربع أيام، أربع سنين، أربع شهور، ما قالكش إمتى بالظبط وجاب لك مدة زمنية تقول له إيه؟ تقول له فور. For a day, for one day, for uh, uh, a day, for a week, for a month, for a year, for 10 years, for 100 years انما لو قال لك century قرن تقول له century. For a long time, for ages, for a while, for a moment, for ها huh, for a minute ويجي برضه بعدها for the last يعني لو في عندك كلمة the last تستخدم برضه كلمة ايه؟ كلمة for اذا لو شفت كلمة last بس تقول ايه؟ ها؟ since last طب the last تقول for the a for the last و the last لو جه بعدها occasion برضو تستخدم since ما يستخدمش a إيه, ما يستخدمش for يعني لو قال لك the last occasion تقول له since the last occasion انما قال لك the last year the last month تقول له ايه for the last month طيب ما شال لك ذا قبل كلمه last تقول since since last month since last year طب قلت ذا last month او year يعني the last لو جه بعدها period of time فترة زمنية تقول له ايه؟ ها؟ تقول له for the last, for the last week, for the last month, for the last year. طب the last برضه جاب جاب على ده occasion يعني ايه ها؟ مناسبة تقول له since, since the last uh, war, since the last wedding, since the last birthday party وهكذا. واضح الكلام؟ عشان نخلي إيه؟ بالنا من الكلام ده كويس. طيب بعد كده احنا قلنا برضو نخلي بالنا ان سنس بيجي وراه ايه؟ جمله في الماضي البسيط، طب نشوف كده جمل كده I have known him for a long time، قال لك مده زمنيه، قال لك long time يعني فتره طويله يبقى قول for طب حدد لك الكلام ده، قال لك من سنه 95 تقول له ايه؟ since 1995. طيب احنا قلنا سنس لما يجي وراها جمله بيبقى قلنا قبلها دايما على طول ماضي بسيط والجمله الثانيه مضارع ايه؟ مضارع تام. كل الكلمات اللي احنا اخذناها من شويه كلها بيجي معاها مضارع تام. اللي هي كلمة فور كلمة سينس بيجي قبلها اوكي بيجي معاها برضو كلمة اوريدي كلمة ايفر كلمة نيفر كلمة جاست اوكي كل الحاجات دي بيجيها ايه هاب وهاز وفعل في التصريف التالت يبقى سينس بيجي وراها ماضي بسيط والجملة التانية مضارع تام زي ما قلنا من شوية اي هاف نون هيم سينس وي وير تشيلدرن انا اعرفه من ايام ما كنا اطفال اي هافنت سين هيم اهوت مضارع تام اي هافنت سين هيم وبعدها ماضي بسيط سينس هي ترافلد وممكن ابدا الجمله بسينس واجيب بعدها ماضي بسيط والجمله الثانيه موضوع تام مش مشكله. Since he traveled I haven't seen him. من ايام هو مسافر انا ايه ما شفتوش. طيب لو انا حبيت بقى ان انا اعمل تحويل للجمله اللي هي البريزنت بيرفكت من اكتف لباسف من معلوم لمجهول نجيب جمله كده علي هاز ريتشارجد ذا باتريز يعني علي عمل ايه في الباتريز؟ ها علي شحن البطاريات اوكي ولا تاني علي هاز ريتشارجد ذا باتريز. علي شحن الايه البطاريات اد عالي وجبت هاز عشان قلنا عايز بتيجي مع الهي والشي والات وهاز بتيجي مع الاي والوي واليو والذي وقلنا بعد هذا اجيب الفعل في الايه في الباست بارتسيبل قلنا غالبيه الافعال اللي هي العاديه كلها بتاخد اي دي واتش واتش بلاي بلاي ريتشارج ريتشارج بس قلنا في افعال شاذه نخلي بالنا منها يبقى علي هاز ريتشارج ذا باتريز طب انا عايز اخلي الجمله دي باسف فورم مبني المع... مبني المجهول ابدا بالمفعول فين المفعول ذا باتريز اهي يبقى ده باتريز واجي اقوم جاي بعدها على طول لو كان المفعول اللي عندي بلورال جمع اقول هاف طب لو كان سنجلر مفرد اقول هاز واحط بعده بين يبقى هاف بين مع الايه مع الجمع وهاز بين مع الايه المفرد وبعدها احط الفعل في الباست بارتس ويبقى دي صيغه الباس فورم نقولها تاني كده صيغه الباس فورم ابدا بالمفعول واحط بعده هاز بين او هاف بين لو المفعول جمع اقول هاف بين لو هو المفرد اقول هاز بين وبعدها الفعل في التصريف التالت. طب لو حبيت اقول ان اللي عمل الكلام ده على اقول باي واكتب اسم عالي يبقى باي علي او تجيب مكانه ايه ضمير مفعول تقول باي ايه باي هم طيب المضارع التام ده بقى بيستخدم في اللي احنا قلنا اللي بيتكون من هاف وهذا فعل في التصريف التالي للتعبير عن حدث بدا في الماضي وله اثر في الوقت الحاضر عشان اميز بس بين البريزنت بيرفكت والباس سمبل الباس سمبل حدث خلص ومفيش له اي اثر اطلاقا انما المضارع التام حدث انتهى منذ قليل ولو اثر في الوقت الحاضر او ممكن لسه له ايه ها استمرار لو انا بستخدم مضارع ايه ها مستمر خلاص يبقى حاجه لها ايه لها اثر لها ايه اثر او مستمر طيب نشوف كده كده جون مع ايه ها مع بعض عشان نعرف الفرق I've worked in Cairo for two years يعني انا بدات شغل في القاهره من سنتين وما زلت يعني هو هنا بدا الشغل من سنتين ولسه ايه ها شغال ايه هناك طيب Have you ever worked as a technician? هنا بيسألوا هل هو سبق له ان هو اشتغل تكنيشن من يوم ما اتولد لحد دلوقتي او من يوم ما مسك شغل لحد دلوقتي هل هو عمل فني قبل كده؟ اوكي okay, طيب I've been employed as a technician since 2000 خلي بالك هنا الجملة هنا بداية المجهول بيقول انا وظفت جاب هاف اهوت وبعدها لو شفتها بين وتصريف ثالث اعرف ان الجملة بدأ بايه؟ بمفعول وليس فاعل يعني كلمة اي هنا تعتبر مفعول لان هو مش معناه ان هو وظف لا هو توظف فبيقول انا ما بفعش اقول انا وظفت لا انا توظفت از تكنيشن من سنة 2000 يبقى من سنة 2000 لحد دلوقتي هو شغال ايه تكنيشن يبقى ده ايه هو اتعين ولسه الاثر التعين موجود ان هو لسه في ايه لسه موجود في ايه في مكانه Have you ever been trained as a doctor? هل انت سبق عليك ان انت اتمرنت كدكتور لو انا قلت اقول يس اي هاف اقول من امتى اه يس اي هاف بين تريند سوري يس اي هاف يس يس اي هاف بين تريند از دكتور يعني انا تم تدريبي كدكتور جمله بس فورم مبنيه للايه للمجهول واقول سنس واجيب الايه التاريخ اللي بدا فيه الكلام ده طيب ايه الفرق لما اقول لك مثلا when have you worked as a technician when did you work as a technician when did you work as a technician فترة وخلصت ولم يعني خلاص الحدث ده انتهى وليس له اي اثر ممكن يكون هو غير الايه ها الشغل بتاعه ده I worked in Alexandria in many years ago اه كنت شغال في اسكندرية as a technician بس الموضوع خلص وممكن هو بقى شغال ايه ها technician انما لما اقول I have worked يبقى معناه ان هو بدأ شغله في اسكندرية وما زال شغال ايه technician بدل الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام الماضي البسيط حدث خلص وانتهى وليس له أي أثر إنما المضارع التام حدث بدأ في الماضي وله أثر في الوقت الإيه في الوقت الحاضر طيب هنا برضه يقول لك لما تحب تكون بتستخدم او بتحب تعبر عن عادة في الماضي تقول ايه I used to وتحط بعدها الفعل في المصدر ودي معناها اعتاد ان ودي اما احب انفيها فيها بديدنت اقول ايه اي didn't يوز تو يعني ما ينفعش اقول اي didn't يوز تو اقول اي didn't يوز تو وبعدها الفعل في الايه في المصدر علي يوزد تو جيت اب ايرلي برضو علي هنا اعتاد ان هو يقوم ايه يقوم مبكرا كانت عاده عنده دلوقتي هو ايه ما بيعملهاش ودايما يوزد تو عاده كانت بتحصل ودلوقتي هي دازنت دو ات يعني ايه لم يعد يقوم ايه بها يبقى لما احب اعبر عن عاده في الماضي استخدم يوزد تو وبعدها الفعل في المصدر يوزد تو معناه ايه اعتاد ان طب عايز فيها didnt use to عايز اسال did he use to برضه بعدها الفعل في الايه في المصدر وبكده نكون خلصنا الجرامر الخاص بالوحده ايه 12 يلا نحل كده some exercises about uh unit 12 let's Now let's answer some exercises about uh, unit 12. نحل كده بعض التمارين على الوحدة 12. Ahmed told his friend that he, the Red Sea felt mysterious the previous month. كلمة the previous month معناها the last month. معناها إن هو بيتكلم على الباست سمبل على الماضي الإيه البسيط. يبقى visited, have visited, had visited, would visit. طبعا visited عشان كلمة بريفيوس من الكلمات دل على الباست سمبل الماضي البسيط يعني أحمد أدل صاحبه إن هو زار البحر الأحمر أو استديوهات البحر الأحمر الشهر اللي فات I haven't seen my uncle و 2001 طبعا قال لك قلنا have و has وتصريف ثالث بيجي معاه طبعا كلمة for و ايه و since بس قلنا ايه الفرق لو جايب لك ديت تاريخ اقول سينس لو جايب لك مده زمنيه اقول ايه فور هو جايب هنا ايه ديت تاريخ يبقى اقول ايه سينس فور اجو يت يبقى اقول ايه سينس نمبر 3 هي هي ران فاست هي كود كاتش ذا باص طب هو بيقول لك بيجري بسرعه عشان هو عايز يلحق الايه الاوتوبيس تو ان اوردر تو سو اس تو سو ذات طبعا هاخد هنا سو so ذات ليه لان عندي هنا جمله لو عندي جمله كامله بادئه بهي او شي او يو او او ذي بادئه فعل ثم فعل ثم مفعول ما, ما ينفعش اجيب تو لان تو بيجي بعدها الفعل في المصدر يعني لو قال لك كاتش بس كنت قلت تو كاتش كان ينفع تو ان اوردر تو وسو اس تو كان كل ده صح Falling water turbines to produce electricity. سقوط المياه بيتسبب إن التوربينات تنتج إيه كهرباء تتحرك فتنتج كهرباء. Copies, discovers, fixes, causes طب ناخد causes يعني معناه ايه تتسبب فيه. The motorcyclist اللي هو سائل سائق سائق الدراجة البخارية put on his goggles لابس النظارة بتاعته زين هي توك اوف ذم ذيم توك اوف، توك ذيم اوف، اوف توك ذيم، يبقى اقول ايه ها توك them اوف طبعا اوكي انا في عندي هنا يعني انا بسميها ايه ها فريزال فيربس في بعض الفريزال فيربس آه المفعول ما ينفعش يجي بعد حرف الجر بس ممكن يجي بعد ما بين الفيرب وحرف الجر ايه حرف الجر بتاعه المن الفعل كلمه توك اوف يعني لو قلت توك اوف جوجلز لو انا جبت جوجلز هنا في شكل, آه في, شكل إيه آه في شكل ايه في شكل اسم مش في شكل ضمير كنت ممكن اجيبها بعد حرف الجر ممكن اقول توك اوف جوجلز اوكي او توك جوجلز اوف انما لو جبتهم لو جبت بقى اللي هو المفعول في شكل ضمير ما ينفعش ان انا احطه بعد ايه؟ بعد اوف نمبر 6 I've been as a technician since uh, 2000. اوكي okay, طالما جايب لك since، since بيجي ورا قلنا date وقلنا since for already just uh, كل دي عباره عن كلمات اول ما اشوفها على طول اجيب قبلها ايه او اجيب معاها ايه have or has والفعل في التصريف التاجيل مع مضارع التاجيل اذا دي من الكلمات دل على المضارع الايه التام يبقى طبعا هو هنا جايب اي بين اهو اوكي طيب ده مضارع ايه تام بس ده مضارع تام ايه active ولا باسيف اول ما تلاقي بعد كلمه هاف او هاز بين اعرف ان بيجي بعدها الفعل في التصريف التالت لان جمله بس في فورم مبنيه للايه للمجهول يبقى I've been employed, employ, employer, employees. قلنا I have been أو has been يجي بعد الفعل في التصريف التالي عشان ده إيه؟ بس في فورم مبني للمجهول. طيب I work as a technician many years ago مش قالك ago, yesterday last ago in the past once يبقى ده ماضي بسيط وليس مضارع ايه تام. قلنا الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط ايه؟ الماضي البسيط حدث انتهى اصبح ليس له اي صله بالوقت الحاضر. انما المضارع التام حدث بدا في الماضي ولو اثر في الوقت الايه الحاضر. I work as a technician many years ago. يبقى أنا عايز ماضي بسيط يبقى I use used to used to used for طبعا خدنا التعبير اعتاد أن used to. طب السؤال Have you ever worked in a TV repair shop؟ فطبعا السؤال بها بقول له Yes I, I. a ها Yes I do Yes I did Yes I have Yes I haven't يبقى Yes I I a I have. كان واضح إنه تقدم آه لشغلة لو ها TV repair فبيسأل يا ترى هو اشتغل فين؟ او كان سبق لي شغل فين قبل كده طيب بعد كده بيقول لي آه اعمل ايه ماتشنج ايه طبعا اعمل ماتشنج توصيل الجمل بايه ببعضها Magnetization اللي هي المغناطيسيه طيب يبقى ايه ذا بروسيس هي عمليه ان ويتش ايرون بيكامز ا ماجنت بتحول فيها الحديد الى ايه الى مغناطيس الروبوت كار اللي هي سياره اللي هي الروبوت اللي هي شغاله لوحدها عامله زي الانسان الي كده يبقى is a vehicle which is driven by a computer. هي عربية شغالة بالإيه؟ بالكمبيوتر. Number three air-powered uh, car اللي هي العربية اللي شغالة بالهواء طب عبارة عن إيه؟ is is uh, is driven by two cylinders. عبارة عن ماتور اثنين سلندر compressed air engine شغال بضغط الإيه؟ الهوا. Uh, آخر واحدة a hand drill اللي هو المثقاب اليدوي is a tool that makes hold the materials هي أداة أوكي بتستخدم لعمل ثقوب في الإيه في الماتيريالز في المواد المختلفة طبعا السؤال بتاعي الخاص بالري رايت ده اتحذف في الـ في الامتحانات هنشوف الامتحان اللي بعده الخاص بإيه فيل إن ذا سبيس يعني إملأ الفراغات بكلمة مناسبة وإحنا عاملين نفس الالوان. طيب A is a pass of electricity هو طبعا هو تعتبر مسار للايه؟ للكهرباء يبقى سيركت سيركت اللي هي الايه؟ الدائره الكهربائيه دي المسار اللي بتمشي فيها الايه؟ الكهرباء. Working should follow the safety in the building sites and factories. ال لازم يخلي بالهم من الايه؟ الرولز uh, قواعد الامان اللي هي safety rules، قواعد الامان في uh, في uh, في اماكن البناء وفي المصانع. A solar is device used for converting sunlight into electrical power. الواح الشمسيه بتستخدم لتحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه أيه كهربائيه يبقى solar ها solar pa solar, panel. solar panel solar panel solar panel يعني ايه اللي هي الواح شمسيه اخر واحده عالي the battery as it was empty عملي في عالي عامل ايه في Battery Recharge it شحن البطاريات لانها فاضيه number 5 when you have a problem you should be لما يكون عندك مشكله you should be positive لازم تتعامل معاها بشكل إيه؟ ايجابي. طيب نشوف كده مع بعض الايه الترجمه بتاعتنا an electrical appliances should be tested before use يعني الترجمه دي معناها يجب اختيار الجميع يجب اختبار جميع الاجهزه الكهربائيه قبل الاستخدام طب التانية a loud speaker is a device which converts electrical energy into mechanical energy يعني مكبر الصوت أداة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية طب نشوف مع بعض بقى اللي هي الـ translate into English ترجمة عربي نحن نعيش في عصر العلم والتكنولوجيا الحديثة بقى الترجمة بتاعتها we live اهوت we live at the age of science and the modern technology. هذا هو كلمة of يبقى at the age of at the age of نعيدها تاني we live يعني نحن نعيش at the age of في عصر science العلوم أو العلم and the modern technology والتكنولوجيا الايه الحديثه ثانك سلوت وكان نكون خلصنا المنهج بتاعنا وتابعونا ان شاء الله الفتره الجايه هنجيب امتحانات السنين الجايه ونبدا نشتغل فيها a lot